أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتنا لهذه الحلقة الكاتبة والناقدة والباحثة الأردنية الدكتورة دلال عنبتاوي. تابع حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرة البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. الشعر وما له من إيقاع جميل على القلوب، آثرنا أن يكون له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم ووقفة مع الشعر. النشيد الوطني للخيام، توابيت تسميها خياما، أعمى أنت عفوك أم تعامى، وعفوك أنت من وطن بريء من الحكام إن خالوا الذمام، وعفوك إن ملأنا الأرض دمعا، وعفوك إن ملأناها كلاما، وندري حين تصمت أن شرخا بحنجرة الكرامة قد تنام، وأنك حائر السنوات تمضي تشيع حلمنا عاما فعاما، وأنا لم نعد نجدي لشيء سوى أن نجلد الذات انهزاما، ونصعد لا سماء لديك تحنو وقد خانت أصابعك الحمامة، نحلق خائفين وحيث طرنا منافي الأرض تمطرنا سهاما، تكلفنا الحياة فأي موت سيوجع من بأرضك قد أقام، على الأجساد جلد حين يبلى يعيرنا إذا ستر العظام، لنا من قوس بردك ألف سهم ونفطك يملأ الدنيا سلاما، يتامى تخجل الأرقام منا وصفرك ليس تخجله اليتامى، صديق الضيم حسبك من صديق تعود بالصداقة أن يضاما، تعاتبك السنابل كنت نهرا فكيف عجزت أن تلد الغمامة، كفرنا بالقصائد وهي تتلو على أشلاء دمعتك اتهاما، فليس لطاقة الشعراء صبر إذا أحزانك اشتهت الكلام. الكتاب هذا الجليس الجميل آثرنا أن تكون له مساحة جميلة أيضا، وفقرة هذا كتابي.
هذا كتابي، رحلة في عقول الكتاب الصادر مؤخراً من دار أروقة الفكر، ناشرون وموزعون بإدارة الأستاذ حسام الرقم. أشرف كل من مريم سمير محمود محمود، أحمد علي محمد الكايد، نور ناصر محمود أيوب، معاذ أحمد مصطفى الحاوي، ألا إحسان محمود العمايرة، سلسبيل بكري بربري رسلان، أماني سالم فري حلزبادي، ريما عاطف عبد الله سليمان، كريستين عبد الحليم أبو السعود، جود خليل حسن سلامة، جود محمد البريزات، يوسف أحمد النوادي، وإسراء خلاف العلوان على هذا الإنجاز العظيم. سأبدأ بأول نص بهذا الكتاب بعنوان أمل من كتابتي أنا. كنت دائما أبدأ بعنواني، ولكني اليوم سأبدأ بمواساتك. في أول نص بهذا الكتاب سأقول لك: لولا صلابة الأضلع لخرج القلب من مكانه. أعلم جيدا بما تشعر، وأعلم جيدا مر هذه الأيام. تذكر يا عزيزي أن الأسباب هيئت والجبر قريب. قال تعالى: وبشر الصابرين. الجميع يشعر وكأنه هو الضحية، وأنه كان عليه الاستسلام دائما، وبالنهاية ستكتشف أنك أنت السبب بجميع مشاكل، لأنك كنت تضع الفاصلة بالوقت الذي كان يجدر عليك وضع نقطة. لا وقت للوم نفسك، ولا يجب عليك الانطواء على ذاتك. لا يبكي المرء من شدة الحزن، بل يبكي من عدم قدرته على الانهيار، يبكي من قسوة ثباته. جميعنا نحمل المشاعر والكلام الكثير الذي يصعب البوح به، حتى الجمادات. ماذا لو كانت الجمادات تتكلم؟ بعض مني بعث لمن لا يستحق. القلب ظننته يستحق. الغيوم: إنني أبكي وأنتم تضحكون لماء عيني. السرير: مللت تحمل ثقل أحزانكم. الحظ السيء: كفوا عن نومي، أنا مجرد خرافة تعلقون عليها خيباتكم الثقيلة. القمر: سئم من كل شخص شبه نفسه بي. أعلم يا صديقي أنك تريد أن تفرغ رأسك من جميع أفكارك وتستريح في مكان لا يزورك فيه إلا الطمأنينة. حاولت أن أثبت لك أن للجميع بقعة سوداء داخلهم يحاولون مداراتها، ولكن عبث، مليئة بالحزن والخيبات وكسر الخواطر والظلم الذي نلت نصيبا منه بحياتك. لن أعيد ما قلت لك من قبل، ولكن ارجع لقوله تعالى الذي ذكرته لك بالبداية: حان الوقت لأن تبتلع كبسولة النسيان والاستمرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث بشكل بسيط عن بعض المصطلحات حتى تكون أمور واضحة للمستمع والمشاهد الكريم. اللغة، ما هي اللغة؟ اللغة هي التواصل والتعبير، وكل لغات العالم لها مستويين: المستوى المسموع، وطبعا عندما نقول مسموع فالمستوى المنطوق، المنطوق والمسموع، والمستوى المرئي. اللغة العربية امتازت عن بإضافة بعد ثالث، وهو البعد الدلالي الذي له علاقة بالفلسفة أو ما يسمى بعلم الأنثروبولوجيا أو العلم التاريخ الإنساني المرتبط بالآثار والحفريات وإلى آخره. اللغة العربية طبعا في عدة دراسات وعدة محاور حول نشأتها، لن نخوض فيها. بعض الأقاويل تقول أن النبي إدريس عليه السلام هو أول من تكلم بها وعلى آخره، وطبعا هذا الكلام له علاقة بالناحية الدينية أو الناحية العقائدية، لن نخوض فيه. الأنثروبولوجيا أو علم التاريخ الموثق، أعتقد أنا في 1005 قبل الميلاد أو 1006 بدأت أول صور للغة العربية، سواء المحكية أو المكتوبة بشكل بسيط جدا في مناطق متناثرة في اليمن وفي شمال الجزيرة العربية. طبعا عندما جاء الإسلام وعندما ظهر الإسلام بشكل قوي، يمكننا تقسيم الخط العربي إلى قسمين: القسم الكوفي أو القسم الجامد أو الصلب أو السوليد، ومن ثم جاءت المرحلة اللينة في الخط العربي. طبعا المرحلة الأولى اللي هي الخط الصلب أو الجامد أو الصلب هي نتيجة وجود، خلينا نقول، تضاريس معينة مناخية حكمت
تلك المنطقة، أتكلم عن الجزيرة العربية وعن اليمن. وفيما بعد عندما تمت عملية الفتوحات الإسلامية، الشعوب التي انضوت تحت لواء هذه الدولة أضافت لثقافتها السابقة، أضافت البعد الفني، ودعني أقول البعد المنحنيات والخط ما يسمى بالخط اللين. هنا دخلنا في المرحلة الأكثر إشراقا. بقي يمكن آخر نقطة سوف أتحدث عنها اللي قضية البعد الثالث. إحنا قلنا في البداية عندي البعد المنطوق والمسموع، وثم عندي البعد المرئي، أي كيف أكتب وكيف أتعامل مع الحرف بشكل أو بآخر، وآخر بعد اللي هو البعد الدلالي، أي لكل حرف قصة على أرض الواقع. فالألف هي كبير الآلهة، وهي السمو والطموح والعلو، والباء هي البيت والتمدد والاسترقاء، والجيم هي الجمل، والدال هي الدلتا. إذن طبعا هذه المفاهيم من أين جاءت؟ جاءت قبل الديانات الإبراهيمية. كانت العرب، أتكلم تحديدا عن الجزيرة العربية وأتكلم عن محيط الجزيرة العربية، كانت لها ارتباط كبير في القمر. فكانت الأيام التي طبعا الشهر القمري 29 أو 30 يوم كما هو معروف للجميع، فكان كل حرف مرتبط بنشاط معين للإنسان، فكان يعتقد أن هنالك قوة خارجية تساعده في الحصاد وفي البذار وفي في قضاء شؤون حياته اليومية. وهذا الأمر طبعا هنا نتكلم أو انتقل العقل العربي من الواقع من المشخص إلى المجرد. هنا في هذه النقطة هذا البعد الدلالي أو هذا البعد الخاص الذي فيما بعد ظهر بقوة في الخط العربي وأسس أو لنقل قضية ما نراه من أعمال فنية ثرية وأعمال فنية في منتهى الروعة. في تقديري عندما دخل البعد الثالث أو البعد الدلالي كما قلنا أو البعد الفلسفي، اللي هي قضية الانتقال من المشخص إلى المجرد والعودة بالعكس من المجرد إلى المشخص وما بينهما المنطقة المتحولة، طبعا بالإنجليزي بنقول consciousness و unconsciousness و convertible area between the two points، بدناش نفوت القصة، ولكن أقول أن الدفعة القوية التي أخذها الخط العربي والتي تميزت عن باقي خطوط العالم جاءت من الناحية الفلسفية أو البعد الدلالي الثالث الذي تكلمنا عنه والذي أشرنا عنه. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتنا لهذه الحلقة الكاتبة والناقدة والباحثة الأردنية دكتورة دلال عنبتاوي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا دكتورة دلال، ضيفة على فضاءات، يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، طبعا شاكرة لهذه الاستضافة لك شخصيا أولا، وأنت الشاعر المبدع والمتميز، ولهذه القناة التي تهتم دائما بالمبدعين على كافة أصولهم ومنابتهم. هذا يسعدنا دكتورة دلال، وهذه شهادة حقيقة نعتز بها، وأنت في فضاءات الآن في قناة الرافدين، وكان لنا يعني وقفات كثيرة مع حضرتك سواء كان ضمن الاستوديو أو في نشاطات في المشهد الثقافي الأردني، وحياك الله وأهلا وسهلا بك الكاتبة والناقدة والباحثة. وهناك عناوين كثيرة حقيقة سنتناولها في هذا الحوار. بداية، لك مؤلفات كثيرة في النقد، لا سيما كتاب بدر شاكر السياب قراءة أخرى. السياب كما هو معروف شخصية جدلية، وعشرات ربما مئات الباحثين تناولوا هذه الشخصية وكتبوا عن بدر شاكر السياب. صحيح. الآن أمام هذا العنوان قراءة أخرى، يعني ما الذي قدمته دلال عنبتاوي من قراءة أخرى اختلفت فيها عن القراءات السابقة؟ بداية، بدر شاكر السياب شاعر عظيم، ودائما الشاعر العظيم الذي يكون منجزه الإبداعي متميز فهو قابل للقراءة دائما وعلى مدى أيام كثيرة وعلى مدى عصور كثيرة كذلك. الحقيقة يمكن في مرات سابقة تحدثنا عن سبب
اختياري لبدر شاكر السياب، وقلت أنا وأقول دائما أنني تتلمذت في بدايات قراءتي للشعر على قصيدة بدر شاكر السياب. الآن هذا الهاجس في هذه القصيدة السيابية وحبي لها ومحاولتي دائما الوصول إليها جعلني أهتم كثيرا في قصيدته، فلم أحاول أن أقلد الآخرين فيما تناولوه في قصيدة بدر شاكر السياب. لذلك حين فكرت بأن أكتب عن السياب قلت لابد أن أكتب قراءة جديدة، قراءة أخرى. الحقيقة أن قراءتي انصبت على فكرة مهمة جدا، هي مقارنة السياب بين بغداد وجيكور. جيكور التي هي قريته، قرية في أبو الخصيب، نعم نعم، وهو أسطرها في شعره، وأنا حاولت أن أثبت أن جيكور أصبحت أسطورة خالدة في الشعر وفي الحياة، لأن السياب كتب عنها ما لم يكتبه أحد عن قريته، ولم يبدع حتى كل الذين كتبوا عن أماكنهم لم يبدعوا كما أبدع السياب. ومعروف نفس السياب كم هو غني، كم هو ثري، كم هو قابل دائما للقراءة، قابل دائما لأن يفتح أمامك كمتلقي وكناقد أبواب كثيرة للوصول إلى هذا النص العظيم. لذلك وجدت أنني لابد أن أكتب عنه بطريقة مغايرة، طريقة مختلفة. أنا لا أريد أن أتناول بدر شاكر السياب في طريقة الأسلوبية في تناول قصيدته، ولا أنسى طبعا أنه هو الأول في خليني أقول في كتابة القصيدة الحرة، في يعني قصيدة التفعيلة، هو ونازك الملائكة، لكنه تفوق حين كتبها وأبدع حين كتبها، لذلك يستحق دائما أن لا ينسى هذا الشاعر العظيم، ويستحق دائما منا أن نكتب عنه وأن يظل خالدا. ما الزوايا التي سلطت عليها الضوء في مسيرة السياب؟ احنا كما قلنا أن هناك عشرات أو مئات من الباحثين تناولوا حياة السياب ومسيرة السياب، وهذه الجرأة التي أقدم عليها في أنه يكسر قوالب القصيدة العمودية و لجأ إلى نمط جديد في كتابة القصيدة، وهي سميت الحرة ثم فيما بعد حتى تميز بينها وبين ما يسمى قصيدة النثر، سميت قصيدة التفعيل إنها تعتمد التفعيلة. هناك كما قلت كثير كتبوا عن السياب، ما الزوايا التي سلطت عليها الضوء في مسيرة السياب؟ أكثر شيء لفتني هو اتكاء بدر على حياته في الطفولة، كتب وأشبع هذه الحقبة من حياته أو الفترة من حياته بالشعر، كتبها كأنه كان يريد أن يكتب سيرته الذاتية، ولكن لم يكتبها نثرا، كتبها شعرا. فحين نقرأ هذه القصائد التي كتبها عن جيكور تحديدا، قصائد تفيض بالحب، تفيض بالولاء، تفيض بالذاكرة الممتلئة عن الأم، عن المكان، عن الجمال لنهر بويب الذي عاش فيه، وهذه المنطقة الجغرافية أثرت كثيرا في مخيلته، حتى أنك حين تقرأ قصيدة عن جيكور مثلا، وهناك كثير من القصائد التي كانت تحمل عنوان جيكور، تجد أنه يوظف هذا المكان توظيفاً مختلفاً عما اعتدنا أن يوظفه الشعراء في شعرهم للأمكنة. لذلك أقول تناولت في هذا الكتاب الأماكن التي تعرف عليها السياب فيما بعد حين هاجر وترك جيكور وذهب إلى بغداد، لم يجد في بغداد إلا السجن والمبغى الكبير. لذلك ظل حين يخاطبها يحن إلى جيكور مرة أخرى. تناولت في هذا الكتاب الأماكن التي تحدث عنها في قصائده، تحدث عن السجن، تحدث عن المدينة، تحدث عن الشوارع، تحدث عن أشياء كثيرة في قصيدته. طبعا قصيدة كما قلت قبل قليل، قصيدة السياب معروفة أنها قصيدة غنية ثرية،
لا تترك لك مجالا لمغادرتها. للآن أنا حين أقرأ السياب أجد أنني أظل أدور في دائرته ولا أستطيع الخروج منها. جميل. يعني من الكتب النقدية أخرى التي يعني قدمتها للمشهد النقدي العربي تجليات الطبيعة في ديوان على قلة الياسمين للشاعر دكتور محمد مقدادي الشاعر الأردني معروف. يعني أنت بداية العنوان تجليات الطبيعة، يعني هو تحدث عن الياسمين ويشكو قلته. يعني هل كان يخاطب الطبيعة في اختيار هذا العنوان قلة الياسمين على قلته، أم أنه كان يستخدم رمزية هذا النوع من الزهور؟ هذا الكتاب صدر حديثا عن وزارة الثقافة ويحمل عنوان تجليات الطبيعة في ديوان على قلة الياسمين. نعم. الشاعر محمد مقدادي هو مهندس زراعي. لفتني في هذا الديوان تحديدا كثرة توظيف الطبيعة بكل أشكالها، وأنا قسمتها طبيعة ساكنة وطبيعة متحركة، ولم أستطع أن أجد تغلب أحدهما على الآخر. يعني لم تغلب الطبيعة الساكنة الطبيعة المتحركة. فالشاعر حاول أن من خلال طبعا تعامله مع الطبيعة اليومي كمهندس زراعي وحبه للطبيعة وظفه في هذا الديوان ليقول كأننا نعيش وحولنا أشياء كثيرة، لكننا للأسف نظل نشعر أننا هناك أشياء لم نستطع الوصول إليها. فعلى قلة الياسمين كأنك تشعر في العنوان أن هناك ياسمين مفقود. نعم. أو يتأمل الشاعر أن يجده مرة أخرى. أنا رصدت في هذا الكتاب تلك التجليات للطبيعة. نعم. واستطعت أن أثبت أن الطبيعة اتخذت أكثر من شكل ولون في هذا الكتاب، وفعلا هو شاعر مبدع في توظيف الطبيعة. وهذا ديوان، هذا ليس مجموعة شعرية كاملة. حتى أنا وأنا أقرأ وأدرس في مادة على قلة الياسمين، قلت لحالي هذا ديوان واحد أنا أتناوله الآن، فماذا سأجد لو أنني تناولت كل المجموعات الشعرية التي كتبها. نعم. الشاعر محمد مقدادي المهندس الزراعي الذي يتعامل مع الطبيعة بشكل مكشوف وواضح. نعم. وجميل. نعم. فتجد في هذه القصائد على قلة الياسمين روح الطبيعة، تجد كأنك تمر بنهر وبحر وبواد وبجبل وبسهل. والأكثر ما لفتني، نعم، مع أن عنوان الديوان على قلة الياسمين، والياسمين معروف زهر أبيض جميل رائحته جميلة، لكن الديوان يزخر بتوظيف كلمة بحر. نعم. وحتى هناك قصائد معنونة بالبحر. نعم. فهو حكى عن الياسمين صحيح، وديوان على قلة الياسمين، لكن ظواهر الطبيعة من حوله كذلك كانت تعنيه. نعم. تهمه، لافتة بالنسبة له، وأكثر ما لفتني في التوظيف توظيف كلمة بحر. جميل. العنوان على قلة الياسمين، حقيقة عندما أقرأ هذه العبارة أشعر هناك نصف العبارة أو هناك جزء من العبارة أخفاه الشاعر، يعني يسبق العبارة أو يعقب العبارة. عندما نقول على قلة الياسمين كان نقول أنه يعني الياسمين جمل وجه الحياة على قلته، على قلة الياسمين، أو صحيح. هناك جزء من العبارة أخفاه الشاعر. صحيح. فأنت باعتبار أنك باحثة واشتغلت على هذا، ذهبت إليه. أين هذا يعني ماذا أخفى؟ نعم. الشاعر؟ والله أنا كأنني يعني ألتقي معك طبعا 100% بما ذهبت إليه. نعم. أن هناك جملة تعقب وهناك. نعم. جملة تسبق. الجملة التي تفضلت بها قبل على قلة الياسمين راقتني. نعم. لكنني أنا شخصيا كنت يعني أحاول أن أجد شيئا آخر.
هو على قلة الياسمين بين هلالين في هذه الحياة. نعم. أنا أعيش. نعم. جميل. المهم أنه هو أخفاها. نعم. وترك المتلقي التأويل. صحيح. نعم. صحيح. صحيح. فجميل. وربما هو يتحدث عن الذوق، عن الجمال، لأن هذا النوع من الزور أو الزور بشكل عام ارتبطت مع الجمال، مع الذوق، مع الإشراق، مع العطر، مع يعني رفاهية الحياة. صحيح. وكأنه يقول أنه رغم هذه الأشياء. نعم. أنه مفقودة الآن. نعم. في المجتمع. نعم. نحاول كما قلتي أن نعيش أو نجد. نعم. هي هذه التفاصيل على قلة الياسمين. نعم. أنا أعيش. جميل جميل. هكذا نستطيع أن نجد تتمة منطقية. جميل. لك نصوص حقيقة نثرية كثيرة، ومنها لأنني انتظرت وعتبات الغياب وفرح مؤجل. حقيقة لم تجنسي هذه النصوص وتركتها لذائقة المتلقي. يعني هل تخشين أن تسمي هذه النصوص قصائد كما تجرأ بعضهم وقال عن نصوص نثرية أنها قصائد؟ بصفتي ناقدة. م. وهذه المهمة تحديدا. نعم. تتطلب مني دائما تجنيس النص، يعني لازم أضع هذا النص وأصنفه. نعم. بأنه هل هو قصة، رواية، شعر. أنا أكتب نصا مفتوحا. نعم. ولا أريد أن أقول عن نفسي بأنني شاعرة، لأن للشعر، لأن للقصيدة ملامح مهمة جدا يجب أن تكون موجودة في القصيدة وفي النص الشعري. أنا لا أكتب نصا شعريا، أستطيع أن أقول أنني أكتب نصا نثريا. نعم. وهذه فعلا نصوص نثرية. لا أستطيع أن أقول عن حالي أنني كاتبة قصيدة، أنا كاتبة نص نثري. نعم. وهذا النص النثري مفتوح على كل الاتجاهات، في الجملة السردية، في الجملة الشعرية، في القص، في السرد، في كل شيء. وأحترم كل من يقول عن نفسه أنه كاتب نص ولا يصنف نفسه بأنه شاعر، لأن هناك خلافات للآن حول قصيدة النثر. نعم. وأنت تجد أن حتى المصطلح خلافي، قصيدة ونثر كيف يلتقيان؟ نعم. إذن يجب أن يكون هناك تحديد لما يكتب الشخص، وهو يحدد، خاصة إذا كان مطلعا على التصنيف، في مع أنه العالم الآن يتجه إلى اللا تصنيف. نعم. يترك النص وأنت تكتب وغيرك يحلل ويضع هذا النص أو يصنفه، يضعه في قالبه الذي يريد. أنا شخصيا لست مع هذا. نعم. أنا أحب أن أصنف المادة الإبداعية التي أتعامل معها ضمن بنن محددة. واضحة. نعم. فلذلك لا أقول عن نفسي شاعرة ولا أستسيغ توظيف كلمة قصيدة. جميل. إذن سنكمل بعد الفاصل، معذرة، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وفضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناقدة والباحثة الأردنية دكتورة دلال عنبتة. أعود إليك دكتورة، سألت قبل الفاصل أنك لم تجنسي هذه النصوص وتركتها لذائقة المتلقي. من خلال حديثك الآن وصلت إلى قناعة أنك أنه لديك موقف مخالف لما يسمى قصيدة النثر. واضح، يعني التسمية هناك لبس فيها. نعم. لدينا احنا في التراث العربي الأدبي والمشهد الثقافي. نعم. الأدبي هناك شعر وهناك نثر. صحيح. لماذا هذا الخلط؟ يعني لماذا نلجأ إلى الخلط؟ هل هي فوضى؟ هل هي يعني عدم قدرة من يكتب هذا النص يقدمه أن يلتزم بمعايير القصيدة التي ورثناها عن عن موروثنا العربي؟ نعم. أن القصيدة لها معايير. نعم. والنثر له خصائصه. نعم. لماذا هذا الخلط؟ يمكن جاء الخلط أولا
كما أشرت حضرتك هي عدم قدرة الشخص، ويمكن يجب أن يكون الإنسان صريحا وواضحا، أنا أكتب هذا النص ولا أسميه شعرا. هذا أولا. ثانيا، أن هذا النص أو ما يسمى بقصيدة النثر يمكن من تبعات العصر الحديث، تبعات الحياة الجديدة، استسهال الكتابة، عدم الميل إلى الدخول في عوالم الشعر. وأنت تعرف، وأنت شاعر تعرف القصيدة، قصيدة يعني ماذا تعني كلمة قصيدة وما لها من تبعات على الشاعر، بينما النص النثري يظل أكثر مرونة، أكثر حرية في التعبير، لذلك يلجأ إليه الكثير في الكتابة. لكن هنا يجب أن يكون هناك معايير، حتى هذا النص النثري يجب أن يخضع لمعايير، يعني عفوا للتعبير. ليس كل من كتب كلمتين جاء يقول أنا أصبحت كاتب نص، لا، حتى النص يجب أن يحاكم ويجب أن يكون له طريقة في من يحاكم النص؟ الناقد. الناقد هو الشخص الوحيد الذي يحق له أن يحاكم النص أولا، ثم المتلقي ثانيا. يعني حين يقرأ شخص على منصة نصا، الجمهور المتلقي ليس بالضرورة أن يكون كله نقاد، لكن لهم رؤية في النص، يستطيعون أن يقولون والله هذا النص حاكاني، حاك ذاتي، حاك إنسانيتي، فهو نص جيد، لكنه يخضع لمعايير الناقد في الحكم عليه بأنه نص يستحق أن يسمى نصا نثريا مثلا. لماذا برأيك لم يكتفوا ويقولوا أنها قصيدة؟ لماذا قالوا قصيدة النثر؟ هل هي هم أدانوا أنفسهم بهذا الأمر؟ لماذا لم يكتفوا ويقولون أنها قصيدة؟ خلص أنها قصيدة، أنت مقتنع أن ما كتبت هي قصيدة، لماذا تردفها بكلمة النثر؟ يعني كأنهم قدموا الإدانة على أنفسهم باستخدام هذه المفردة، وكأنه هو قلق، غير مقتنع، فكيف سيقتنع يقنع الآخرين؟ هكذا أنا أرى. أستاذ محمد، المصطلح شائك. قصيدة نثر حين نفكر فيه نجد أننا أمام يعني أمام كلمتين متخالفتين ولا يمكن أن يلتقوا مع بعض. حين يقول الشخص أنني أكتب نصا، خلاص وأنا منهم، نص، هذا نص نثري. حين يقول وأترك أنا المتلقي حرية التجنيس. القصيدة النثرية تعارض، تعارض كبير كما تفضلت حضرتك، تعارض كبير بين القصيدة وملامحها وما يجب أن تكون عليه القصيدة الشعرية، والنثر عالم آخر. في قضية مهمة جدا في هذا الموضوع، أن هذا المصطلح أصلا يمكن يكون دخيل، يعني بمعنى أنه غير حقيقي الحضور، ولا زال يشكل إشكالية في المشهد النقدي العربي، ولم يحسم للآن. يعني لا يستطيع أحد أن يقول خلاص انتهينا وصلنا لمرحلة القصيدة النثر. لم، حتى أغلب النقاد اختلفوا على هذا المصطلح وقالوا لنقف هنا، ولا ندري لعل الأيام فيما بعد تثبت أنه رأيهم صح، لكن أنا شخصيا لست مع هذا المصطلح. جميل. هناك كتاب أيضا، أو كتابك الأخير بعنوان، حمل عنوان بين أروقة النقد، وهو دراسات تطبيقية في الشعر والقصة والرواية، ارتكز على ثلاثة محاور. المحور الأول هو رواق الرواية، والمحور الثاني هو رواق الشعر، والثالث هو رواق القصة القصيرة. المحور الأول حقيقة استوقفني موضوع الاختيار الأول، كان لرواية قاسم توفيق، وركزت على عمان وعلاقتها بالتشكيل المكاني في رواية قاسم توفيق. يعني حقيقة وقفت عند عبارة هو يقول أنه أنا أول من ذكر عمان في كتاباته، أو في كتابه الثالث الذي صدر عام 82. هل يعقل؟ يعني أنا أرى فيه تجني
على الكتاب الأردنيين أو من عاش في الأردن أنه لم يذكر؟ هل يعقل أنه إلى عام 82 لم يذكر الأدباء والكتاب عمان في كتاباتهم حتى جاء قاسم توفيق ليذكر عمان؟ لا، هو قاسم يقول أنا أول من ذكر اسم عمان. نعم، هو شاعر، هو عفوا روائي يهتم بالمكان. نعم. وفي هذه الرواية، لأن أصلا أحداثها حصلت في عمان، وهو معروف أنه قاسم توفيق بدأ أو اشتغل في البنوك. نعم. وعاش أغلب حياته في عمان. فكان لابد أن ينقل لنا في روايته كل هذه البيئة التي عاصرها وعايشها واشتغل فيها. هو على ما أظن أنه يقول بأنني أنا أول من استطعت أن أقول أن هذا المكان هو عمان. هناك كثيرون سبقوه، كتبوا عن عمان وكتبوا عن إربد وكتبوا عن الأماكن التي عاشوها، لكنهم ربما ب82 لم يكونوا يملكوا جرأته بأن يقول هذا المكان الذي أصفه أنا هنا هذه عمان. طيب ما الإشكال؟ ماذا يتخوف الكاتب قبل قاسم توفيق أن يذكر هذا عمان؟ هو حتى ويقول أنه في روايته أو في التعليق على روايته التي ذكر فيها عمان، يقول أنه كان الكتاب والأدباء يذكرون عمان بأسماء رمزية أو أسماء حركية، أو يعني يوارون هذا 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 العنوان وهذا المكان تحت أسماء غير الاسم الحقيقي. طيب ما يعني أنا كمتلقي، ما الذي يخيف الكتاب أن يذكروا عمان بصريح الاسم إن كان هذا حقيقة واقع؟ هو الآن ليس هناك ما يخيف، لكننا في السنوات السابقة كان الكتاب لا يحبون أن يكتبوا عن المكان الذي يعيشون به بكل صراحة. يعني يعطيك توصيف كامل للمكان الذي يعيش فيه، ويتركك تتخيل هذا المكان، هذه الشوارع، هذه الأبنية. يمكن في ذاك الوقت كان هناك نوع من الحرص على عدم كشف هوية المكان. بعد قاسم أصبح المكان يحتل حيزا مهما في النص الروائي، وهذا يتطلب من الروائي أن يكشف هذا المكان ويكشف خصوصيته كذلك. لأنه كل مكان له خصوصية، البعض كان يتوارى وراء هذه الخصوصية، يكتب ويصف ويتحدث، لكنه لا يستطيع أن يجاهر وأن يقول والله أنا هذه الأحداث عايشتها في عمان في الشارع الفلاني في عمان. لم يكن يجرؤ ربما لأسباب كثيرة، ليس هذا المكان يتسع لذكرها. لكن كان لقاسم توفيق السبق بأن يقول أنا أكتب عن عمان. والآن طبعا فيما بعد من خلال متابعاتي، فيما بعد كتب الكثيرون عن الأمكنة التي عاشوا فيها. فكتبت مثلا سميحة خريس عن إربد وفي شجرة الفهود، ووصفتها بدقة وسمتها وسمت شوارعها، فأصبح هناك يمكن نهج بأن طيب يعني إذا أعود إلى الشعر اللي هو قصد فقط العمل الروائي أو العمل القصصي، يعني معروف عن عرار كتب كثيرا عن عمان وتفاصيل عمان، حتى صحيح. مناطق في عمان لا يجرؤ أحد أن يقولها، وعلى أطراف عمان كوادي الشتاء أنه هي مواقع الغجر، كتب عن هذه بصريح الباب بكل جرأة. يعني عرار حالة مختلفة. نعم، كشاعر أولا، عرار كنمط يعني شخصية. من الأربعينات من الثلاثينات هو كتب عن عمان، كتب عن كل شيء في الأردن، ليس بس عن عمان. أنا أتحدث عن عمان، قاسم يقول أنا أول من كتب أو ذكر عمان باسم صريح. كما قلت لك، بعض الكتاب الروائيين هم كانوا يتخفون وراء الأمكنة التي كانوا يقيمون بها. نعم. ولا يستطيعون التصريح. نعم. بهذا عرار الاسم. صرح أصلا، حتى صرح حالة مختلفة بأماكن هناك من لا يستطيع الذهاب إليها ولا يحكي عنها. نعم. اصلا جميل. لكن عرار شيء مختلف. بدي اتحدث عن موضوع اخر حقيقه، موضوع مهم. انت اسستي صالونا ادبيا اسمه المنتصف للثقافه والادب. بدايه اقف عند الاسم، ماذا قصدتي بالمنتصف؟ والله شوف، الاسم قصدته بدقه ان يعبر عما اريد. نعم. اولا
أغلبنا عضوات هذا الصالون في المنتصف. ثانيا خير الأمور الوسط. دائما في الحياة يجب أن لا يكون الإنسان متطرف لا في اليمين ولا في اليسار، يجب أن يكون في مرحلة وسطى. لذلك يقولون خير الأمور أوسطها، والمنتصف هو الوسط. الاعتدال، كلمة منتصف فيها قرب من الاعتدال، بمعنى أنني لا أميل إلى اليمين ولا أميل إلى اليسار. المنتصف محطة مهمة في حياة كل إنسان ينظر. يعني دائما الوقوف في المنتصف إيجابي؟ لا، لا نقف، نعم، ولكن هي مرحلة مراجعة أو الحياد نقول مثلا. لا، الحياد بالعكس. نعم. الحياد في نوع من التبلد. نعم. في نوع من السلبية. نحن لا نريد أن نكون سلبيين. المنتصف مرحلة. نعم. تنظر فيها إلى الخلف وتنظر إلى الأمام. الخلف تسامحه لأنه ذهب. نعم. والقادم نحلم دائما بأن يكون أفضل. لذلك سميته المنتصف. نعم. حتى يكون عندنا رؤية لأن هناك قادم. جميل. وهذا القادم نتمنى دائما لكل الموجودات في صالون المنتصف. نعم. كلنا بنتمنى أن يكون القادم دائما أجمل وأفضل. كلنا طبعا نتمنى أن يكون القادم أجمل، أن يكون ما يؤسس أيضا أجمل ويقدم ما هو مختلف. الله. يعني هنا أنا سؤالي، هناك صالونات ومنتديات أدبية حقيقة يزدحم بها المشهد الثقافي العربي، ونكاد لا نجد الوقت لتلبية دعوات هذه المنتديات والصالونات، والكثير منها حقيقة يعني الكثير يقدم أدبا ضعيفا، أدبا مشوها، على قلة كما قال أخونا أبو المقدادي، على قلة الياسمين، على قلة ما يقدم. هناك كثير من المنتديات حقيقة تقدم أدبا مشوها، أدبا ضعيفا. يعني هنا سؤالي، ما الجديد الذي ممكن أن ينفرد به صالون المنتصف؟ الجديد قائم على فكرة الاهتمام. نعم. بثقافة المرأة وبإبداع المرأة. بشكل خاص أولا نحن في هذا الصالون نلتقي مرة في الشهر، في 15 الشهر اللي هو. نعم. منتصف الشهر تكون لدينا جلسات خاصة لها برنامج. هذا البرنامج نحاول، احنا 15 وحدة تقريبا، نحاول أن يكون ممتلئا بالثقافة والإبداع. بمعنى أن يكون هناك قضية ثقافية نعيشها ونعايشها نتحدث عنها، وهناك إبداع. أغلبنا كاتبات وقصات. نعم. وروائيات. تحاول التي كتبت منتجا ومنجزا جديدا أن تقدمه للمجموعة. أنا لا أدعي بصالوني أنني سأصلح كل هذا الخراب أبدا، لأن الخراب أصبح كما تفضلت سائدا. أنا أتحس يعني أدقق كثيرا كناقدة في أن أصرف الألقاب هكذا، يعني ليس كل من يكتب نص هو شاعر، وليس كل من تكتب نص هي كاتبة نص حقيقي. نعم. وليس كل من يكتب رواية، تقدم لي كثير من الروايات ويطلب من هؤلاء أو يطلب مني لهؤلاء الكاتبات أن أعزز حضورهن في المشهد على أنهن روائيات وكاتبات. الحقيقة أنا لا أقوم بهذه المهمة أبدا. لذلك يمكن هذا السبب الرئيس الذي دفعني لأن أؤسس هذا الصالون، بأن يكون منصة خاصة. جميل. للنساء المثقفات الكاتبات المبدعات. جميل. إذن نأمل أن يقدم هذا الصالون شيئا منفردا إن شاء الله في المشهد الثقافي. إن شاء الله. شكرا لك الكاتبة والناقدة والباحثة الأردنية الدكتورة دلال عنبتاوي على هذا الحوار الممتع. شكرا لك. شكرا جزيلا لحضرتك، وأنا سعيدة جدا بإني هذه المرة الثالثة ألتقيكم في قناة الرافدين، وهي القناة المتميزة الحقيقة التي تعنى في هذا الجانب الثقافي بتسليط الضوء على المبدعين والكتاب الناقدين والناقدات. هذه شهادة نعتز بها، وأنا شاكرة جدا لحضرتكم. الشكر لك على هذه. شكرا. الشهادة الجميلة والقيمة. شكرا لك دكتورة دلال. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.